هادي الدهمة اللي كنت صيفط لك ديال 4 سنين هي هادي، بانتظاري في جوج العود. هذا إذا كان مربيين عندهم خبرة راه كيعرفوه، معروف على المستوى الوطني. هادي بانتظاري في جوج، عندها 4 سنين، هذا راه مسخرة دابا عنده واحد الشهرين ولا. وهاد الفيديو هذا راه قديم شي شوية، دابا راه خير من هكا. كتشوفها في التصاور اللي صيفط لك، راه خير من هكا. ايوا هذا هو، هذه كانت مازال شويه ضعيفه. هذه شي حاجه خارجه، هذه عوده ماشي ديال 4 ولا 5، ولا هذه 10، هذه عوده ديال 10 الفوق على حسب الاصل ديالها. واش هذا مي الوقت هذا، وهذه ماشي، هذه ما عليهاش الوقت عيا. انا نقول لك علاش، حيت هذه فيها خدامه للكسيبه وخدامه للتقويده، يعني جا غير وقتها. الواحد اللي غادي يكسب هذه خير من 4 العودات، وتجيب عندها المواصفات، تجيب الخيل البارود وتجيب الخيل ديال وميمطو ديال الشوفان. ايوا على العموم هذه العودة. لا انتم كما سمعتوا الخوت عودة مليحة تبارك الله، اللهم بارك. اللي بغى الخوت يتواصل مع السيد، اي نمرة الظاهرة في الشاشة، وتوفيق الجميع، والله يسهل عليكم الخوت، وتسنوا ديما الجديد ان شاء الله. مازال الخير القدام، مازال نبارطاجي معكم واحد العود تبارك الله مليح حتى هو، وانتم تسمعوا كاع المعلومات عليها ان شاء الله. بالتوفيق.